تحكي كيفاش كانت المباراة ديال المقابلة؟ كانت اساس يونيك، الفريق ولات تضغط في الشوطين. الشوط الاول جات إصابة مرتدة اللي فيها شوية شكوك ديال لاعب شاريب، ضيعنا عدة فرص. طبعا كان اللاعبين ما ركزناش وتسرعنا، ولكن الحمد لله رجعنا في اللقاء، لا من ناحية التقنية ولا من ناحية ديال الإصابة اللي جات في إطار الخطأ. بالنسبة للانتدابات الآن الميركاتو الشتوي، كاين شي لاعبين اللي في الذاكرة ديال الأمانة؟ هناك حنا كنبحثوا على صانع ألعاب، صانع ألعاب. حنا في واحد أون بيس مع أن جور اللي إن شاء الله يدخل الأسبوع هذا. كنظن الوداد ما محتاجاش لعدة لاعبين، لأن ديجا الناس خص يفهموا بأن هاد اللاعبين اللي عندنا في الوداد كل عندهم دي عقود، ما يمكنش تحيد أي لاعب. فحنا يلا عندنا بلاصة أو مكان أو مكانين اللي شاغرين، فنحن نشوفوا الأحسن واللي مستعد واللي غيعطي إضافة للوداد ولا غيجي. أما نجيبوا أي لاعب باش نديروا خواطر ماشي ما نجيبوش. بالنسبة للانتدابات يعني تكون خارج اللاعبين ماشي؟ حنا كنقلبوا على لاعب دولي خارج الوطن، لأن اللاعبين الممتازين كلهم عندهم عقود مع النوادي ديالهم، حتى أنا ديما بغيت تخلى على اللاعب ديالي. فشحال من واحد يقول اش كاين جديد؟ منين غنجيبوا هاد اللاعبين؟ في الميركاتو اللاعبين اللي كيغادروا النوادي ديالهم كلهم ما عندوش مستوى. اللي اي تيبغي النادي يعني يفترق على لاعب اللي ما دخلش ليه في الناشطه التقني والتكنيك يعطيه الاوراق ديالو. ما يمكنش الوداد يجيب لاعبين اللي مغضوب عليهم من النوادي ديالهم. حنا تنبغيو نجيبوا لاعب اللي يعطي اضافه للوداد، اللي ما كانش اللاعب. حنا عندنا الان عندنا تقريبا واحد الشهر باش نبحثوا على لاعبين او ثلاث لاعبين اللي عندهم مستوى عالي، اما اي واعي ما يمكنش نجيبو. نعم، باقي الطموح ديال طالب الفريق، يعني الفريق الوداد هو البطوله. اظن السكه صحيحه، فرغم التعثر ديال اليوم المسؤولين التعثر، فالفريق كان حاضر لا من ناحيه التقنيه، ضيعنا عدد فرص، تسرع عدم التركيز يعني الانكماش الدفاعي ديال الفريق الخصم والحارس، هادو ضيعنا عده فرص. المشكل عند الوداد ماشي هو الوصول، حنا وصلنا ضيعنا، خصنا نرجعوا الاوراق ديالنا.